وحشت الجوازينا. جوي خير يا استاذ عزت. استاذ عزت؟ اه، مش انت اللي قلت انا عايز اتكلم معاكي في القضيه؟ بصراحه انا كنت عايز اتكلم انا وانت لوحدنا. شهد، مش انت لوحدك اللي هربتي، انا كمان هربت. هربت من ايه؟ منك يا شهد، بس كنت غلطان. كان لازم افهم ان اللي انت مريتي بيه دوت تردد طبيعي. كان لازم افهم ان اللي حصل دوت ما كانش ليكي اراده فيه. لا يا عزت، احنا اللي مش لازم نهرب من الحقيقه، ولازم اعترف ان انا اللي ضعفت وخفت. كل حاجه جوايا وحشه كانت بتطلع. انت عارف انا بحكي لك انت بالذات دلوقتي ليه؟ ليه؟ عشان لو تحاسب نفسي. مفيش داعي انك تحاسب نفسك. اعتبر اللي فات ده كله حلم وصحيتي منه. كابوس وانتهى. المهم يا شهد، اللي جاي انت ناويه على ايه في اللي جاي؟ مش ناويه على حاجه. مش عارفه اي حاجه في اللي جاي ومحتاره ومتلخبطه. كل اللي عايزاه دلوقتي اني اقعد اتكلم معاك واحكي لك عن كل حاجه تعبتني الفتره اللي فاتت. ساعات برضه بحس انه ما ينفعش. ليه ما ينفعش؟ ارجعي يا شهد تاني، ارجعي شهد بتاعت زمان اللي بتقعد مع عزت وتفضفض له. انت عارف يا عزت، انا ساعات بستغرب زينب اختي قوي. هي ازاي قدرت تبقى جامده كده وتسيب الفلوس وكل حاجه وتشوف ان كل ده ملوش لازمه؟ زينب ومروان كانوا ممكن يبقوا قصه حب حلوه زي الافلام. لولا الجشع والطمع هو اللي بيبوظ كل حاجه. ايوه، بس انتوا عمركم ما كنتم طماعين. لا، كنا طماعين، عشان كده كلنا خسرنا. والله الواحد مش مصدق يا باشا. البيت نور، الحمد لله على السلامة. حبيبي تحب تريح فوق ولا تقعد هنا شوية؟ أنا عايز أتكلم معاك يا ريم. آه طبعًا طبعًا، أعمل قهوة للبيت بسرعة. آه حاضر يا ست الكل. خير يا حبيبي؟ ريم، أنا مش عايزك تتعذبي معايا. إيه الكلام اللي أنت بتقوله ده؟ يا ريم، أنا معرفش همشي على رجلي تاني ولا لأ. فأي وعد أنا وعدتهولك أو وعد أنت وعدتهولي إن إحنا ممكن نكمل أو نتجوز، أنا بحلك من الوعود دي خالص. ممكن ما تقولش الكلام الفارغ ده تاني خالص. أنا اللي عايزة أكون معاك أكتر من الأول كمان. بعدين أنت أه قاعد على كرسي متحرك، بس اعتبرني أنا إيديك ورجليك. أنا حبيبي هفضل معاك لحد ما نعرف مين اللي عمل العملة السودة دي، وأجيبه لحد عندك يركع تحت رجليك كمان. لا هو ست الناس. صوفا، روح جيب المأذون بسرعة. بجد يا ست الكل؟ والله العظيم ما مصدق نفسي. ايه يا جماعة السعادة دي؟ لا لا لا، ده انا هروح اجيب وجع على طول. بس ايه؟ خليتيه مش قاعد على بعضه، مش عارف وشه من قفاه. ولا يهمني. لا يا حبيبتي، لازم يهمك ولازم تحطيه في دماغك. اه ده كنز بير فلوس. انا يهمني الشغل، عاوزه اسمي يبقى على كل لسان، عاوزه صورتي تبقى كبيره ومنوره، اللي رايح واللي جاي يشوفها ويشاور عليها. يعني عايزاه كل ما يلف حوالين نفسه يلاقيكي؟ ايوه، بس مش عشان عايزه ارجع له ولا عشان بحبه، لا، عشان يفضل طول الوقت يلف حوالين نفسه، يبقى مش عارف يعمل ايه. يبقى لسه بتحبيها حلوه وبتكبر. تتزوجي ورايحة على فين؟ شمس، مش أنا النهاردة وعدت عبد الله إن أنا هفسحه؟ عبد الله؟ آه طيب، طب مش تقولوا له ألبس أجي معاكوا؟ طبعًا يا عمته يا حلوة أنتِ، بس الأول يعني ناخد رأي عبد الله.
طبعا اكيد اساليه. عبد الله، ايه رايك ناخد عمتك معانا؟ طب هتروحوا فين عشان الحق البس؟ بصي يا شمس، والله يعني انا وعبد الله النهارده هنخرج، انا فكرت ان احنا نروح السينما، بعد كده نخرج ناكل ايس كريم، وبعد كده نروح الملاهي ونركب العربيات ونركب الطياره ونلف نلف نلف يا شمس، نقعد نلف 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 نلف. ريتام 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 ليه دلوقتي؟ مش كنت بتلعب مع عبد الله؟ عشان كلكم عارفين ان انا كدابه. انا كدابه يا شمس. كدابه. مخي مش قادر يستوعب ان ابني مات. مخي مش قادر يستوعب ان ابني مات. مش قادر استوعب ان ابني مات. يا حبيبتي. ده كلام ربنا، خليه في يدك، ما تسيبيهوش واقف. اهدي اهدي، تعالي تعالي معايا هنقوم نتوضى ونصلي جماعه، وان شاء الله ربنا هيعوضك وهيطمن قلبك ويريح قلبك. أنا عاوزاك يا بنت تنزلي البلد ضروري. لا 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 لا، كله لا ده. هو إيه اللي كله لا ده؟ اسمعي اللي بقولك عليه. أسمع إيه؟ أنت عايزاهم يقتلوني؟ أنت تروحي وتكلمي الواد محروس اللي كان لازقلك ليل ونهار ده. اسكتي، مش مبقاش يرد عليا، حتى يا ربي المعوج اللي أنا رضيت بيه جه على حظي واتعدل. أنا عاوز أوصل لحسن بأي طريقة، عايزة أتكلم معاه ضروري. حسن تاني يا خالتي؟ إحنا مش كنا خلصنا من الموضوع ده؟ لا ما خلصناش. الحكاية دي فيها إن وأنا لازم أفهمها. إزاي بدري طلعني بالسهولة دي؟ بقولك ايه؟ مش روحي مليلي حاجة اشربها اجري. حاضر. يا لهوي! اخد عمرك يا نعيمة. بدري، انت خرجت ازاي؟ هربت من مستشفى السجن.